نرجع على الجزء الرابع من المحاضره. حكينا على بريشر تيستينج للبي او بي بصوره سريعه. لازم قلنا لازم اسوي كم اسوي بريشر تيست، لازم هذا ضروري اول مره بكريال تو سبوت يعني قبل لا ابدي بعمليات الحفر او اب اون انستاليشن يعني من اركب البي او بي. ثاني شيء يم تسوي افتر ديسكونكت اند ريباير، في اي جزء صار عندي فد ريباير بي بدلت مثلا بايب رام او بدلت في الجزء لازم ارجع اسوي تيست. عندك لو اند هاي بريشر تيست، لازم اسوي تيست، اسوي لو بريشر تيست ات 300 بي اس اي، هذا ضروري. لو بريشر تيست بالبي او بي عندي 300 لو بريشر تيست، وهاي بريشر تيست مالتي حسب ديزاين مال البي او بي. هسه البي او بي ابو 5000 اللو 300 بي اس اي، الهاي مثلا 5000 بي اس حسب هذا شو اسمه. بعدين نجي على لو بريشر تيست اند هاي بريشر تيست، على الاقل لازم يصير عندي 5 دقائق. شوف يقول لك لو بريشر اند هاي بريشر ات ليست فور 5 مينت على الاقل. فاحنا هسه من نسوي البريشر تيست نسوي نص ساعه او نسوي اكثر من نص او نسوي 3/4 ساعه او ربع ساعه حسب الكومباني. فعلى الاقل يقول لك لو بريشر او هاي بريشر تيست الوقت مالتك على الاقل يصير عندك 5 دقائق، ويقول لك لازم ما تتجاوز 21 دايز. يعني حتى سمت عندك حفر اعتيادي وما عندك اي شيء، لا عندك انستاليشن، لا بدلت جزء، كلش ما اسوي، بس لازم تسوي تيست مالتك اذا شو اسمه لازم يعبر 21 يوم. هسه نجي على تيست البقيه. عندك هايدرل يعني انيولر بريفنتر، العفو هايدروليك كل اند تشوكلا. هسه حكينا على البي او بي والتيستات مالته، هسه نجي على هايدروليك كل اند تشوك لاين فالف، يعني نحكي على اللاينات والفالفات. كان ذاك الجزء نحكي على البي او بي بشكل عام، انيولر بريفنتر والبي او بي مالتي. هسه لا، هسه هايدروليك كل اند تشوك لاين always on outside، لازم من خارج اسوي له. are packed up by manually، هذا هيدروليك. شلون اسوي له اللاينات التيست؟ شوف always من from outside اسوي له. بعدين لازم تسوي له باك اب بالمانيوالي، قلنا لازم يصير عنده يقبله مانيوال فال. اللو بريشر مالتي 500 بي اس اي ريتد ريكواير لو بريشر تيست اند هاي بريشر تيست ات ليست 5 دقائق. عندك هم لازم يتجاوز 21 يوم. عندك وركينج بريشر، هذا كلش مهم. هذا هسه بعض المرات هسه عندك بي او بي مثلا ابو 10000، بي او بي عندك ابو 10000، هنا مثلا هاي المانيوال فالف عندك ابو 5000، هذا ما يصير تستخدم البي او بي بضغوط مثلا اكثر من مثلا 6000. هو صحيح بي او بي مالتك 10000، بس ما دام هذا الفالف مالتك بس هذا الفالف واحد عندك 5000، تقول بي او بي وركينج بريشر مالتك 5000. يعني ما يصير انا مثلا عندي بي او بي مالتي 10000، عندي فقط هذا الفالف عندي 5، اقول لا هذا بي او بي مالتي 10000، لا، تمشي على اقل ضغط عندك. بعدين نجي على هسه مثلا بعض المرات بي او بي تستخدم ابو 5000 بي اس اي، بس فلنجه واحده عندك ابو 3000، ما دام عندك فلنجه ابو 3000 ما يصير تقول استخدم بريشر مالتي هنا 5000، فتجي على 3000. هذا يسموه دي ريتد. دي ريتد شنو معناه؟ دي ريتد معناه انت مثلا عندك بي او بي مثلا مالتك 10000 وتكلفه مالتك كلش عاليه، بس فقط عندك سبول او عندك اي معدل من المعدات مالتك اللي هو اقل من 5000 بي اس اي او 10000، صار معدل مالتك مثلا 3000، فهذا سوالك دي ريتد. هذا ال 10000 مالتك ما يمشي، تجي على 3000 بي اس اي. نجي على بودي تيست. البودي تيست اللي بعمل من تشتري البي او بي ال 2000 بي اس اي، من يقول بي او بي مالتي 2000 بي اس اي، هو يسوي تيست عليه 4000 بي اس اي.
مين يقول بيو بي مالتي 3000 هو مسوي تيست عليه 6000 اسم. هذا البادي تيست مو انت تسوي عليه تيست، المعمل من تشتري، من تشتري البيو او بي هو المعمل يسوي، المانيفاكتشر، المانيفاكتشر اللي صنع هذا البي او بي يسوي بادي تيست. فعندك من 2000 لحد 5000 يضربها في 2، يعني ابو 5000 بي اس ار يسوي له تيست، ابو 10000 بي اس ار. بس ابو 10000 لا يسوي له 15000، ابو 15000 يسوي له 22.5، يعني يضربها في 1.5. فمن 2000 لحد 5000 البادي تيست مالتي ينضرب في 2. فبادي تيست من يسويها؟ المانيفاكتشري، الجهه اللي يصنع يسويها. من 10000 لحد ال 5000 هم ايش اسمه يضربها في 1.5. هذا نجي على الكونكشنات مالتي حتى يصير عندك تصور بصوره يعني اقرب بعد اقرب. هاي التانكيات مالتي، هاي الاكتف سيستم، هاي السيستم تانك. هذا من سيستم تانك عندي كونكشن ينربط على البمات، هاي البمات، هاي البمات عندي، هاي البمات عندي ستام بايب مانيفولد. هذا ستام بايب موجود على فلور، البمات ينربط على ستام بايب مانيفولد. بعدين من ستام بايب مانيفولد عندي روتري هوز، هذا روتري هوز تنشد بالدريل بايب، وهذا الدريل بايب عندي حول يجي على البيت، ومن بيت من يصعد يصير سيركوليشن عندك يجي هذا الانيولس. الانيولس مالتك هذا اللاين اب، هذا من يصعد من هذا التشوك هذا اللاين اللي عندك، هذا اللاين يجي على تشوك مانيفولد، هذا يسمي تشوك لاين، هذا تشوك مانيفولد. من تشوك مانيفولد اشد التشوك مانيفولد اسوي له لاين اب للبور بول او ديجايزر، من ديجايزر اللي يطلع على الطين يروح على شيل شيجر، ومن شو اسمه ومن شيل شيجر يرجع على اكتف تانك، وهكذا عندي كلوز سيستم من تانك الى بام، من بام الى ستام بايب مانيفولد، من ستام بايب مانيفولد الى دريل بايب يرجع عندي، بعدين على انيولاس، بعدين على تشوك مانيفولد، بعدين على ديجايزر، ومن ديجايزر على اسمه. وهذا مثل ما تشوفون هذا قلنا ريموت بانال، هذا ريموت بانال تتحكم تشوف ضغوطات مالتك وستروك مالتك. هذا مثلا دخل عندك دخل غاز، فمن دخل غاز تبي تقرا الدرجة مالتك. هذا التشوك مانيفولد بصورة واقعية بالموقع بالضبط شلون يصير هذا التشوك مانيفولد. نجي على هذا اللي هذا الجهه يروح على بور بول اللي تسويت له لاين اب، مو سوينا قلنا لاين اب، عندك جهه يروح على ديجايزر اللي هو بور بول ديجايزر، عندك جهه يروح تو فلير لاين على حفره الحرم فلير لاين على فلير لاين، وعندك جهه سمارت ايش اسمه على الويست بيت على جهه عندك يروح على ويست بيت. عندك هذا مانيوال تشوك باب، هذا تشوك مانيوالي، وعندك هذا هيدروليك تشوك باب. قلنا اذا تشتغل اي بي اي رولز يقول لك اذا عندك 5000 لازم يصير عندك 5000 بي او بي، لازم تستخدم مانيوال 2 وهيدروليك 2. اذا عندك 3000 او اقل تستخدم واحد هيدروليك واحد مانيوال، كلش كافي. هذا حسب الاجزاء الربط مالته. هذا اللي قلنا لكم هذا بي او بي، هذا بي او بي يجي عندك على تشوك مانيفولد، ومنها يروح على هذا ريموت تشوك، هذا ريموت تشوك تجي تسوي له لاين اب او مع الفور بورد جازا او حفره الحدق او ويست. هذا هيدروليك تشوك بار، هذا هيدروليك تشوك بار. بعدين عندك شو اسمه شوف ريموت تشوك بار، هذول هذا بهايدروليك ريموت تشوك بار، هذا بالضبط الدرين كونسوماتك، هذا ريموت تشوك اللي بالفلور، هذا الاحمر ستام بايب مانيفولد، وعندك هذا دريلر كونسوم، هذا اللي هنا البارامترات الحفار وشوفه، هذا هذول الشاشه
قدامه يشوف الويت اون بيد، يشوف الويت اوف سترينج، يشوف الكامل يعني البارامترات مالته. هذا تشوك مانيفولد، مانيفولد فانكشن بروفايد مين اوف ذا ابلاينج كنترول باك بريشر تو ذا ويل وايل سيركيليشن. هذا تشوك مانيفولد مثل ما تشوفون، بس صوره واقعيه نشوفكم اياه. هذا البور بودي جايزر. هنا ايش صاير عندك الداخل مالتك؟ مثل بفر بليت، بليتات صاير عندك، الدخول مالتك مثل ما تشوفون يطلع. شوف ان ليت فروم فلو لاين، هاي الدخول مالتك ان ليت. هاي الطين راح يجي هنا ان ليت، منها راح يجي على مات جاز سيبريتر. هنا عندي بفر بليت، بليتات داخليه، هذا الطين من يضرب عليه، من يضرب عليه الغاز يطلعه برا، يجي هنا الغاز ويروح على بينت لاين، والبقيه الغاز يجي للاسفل ومنها يرجع على مدقا على الشلشقة. مو قلنا اللاين الثاني من الكوبو يروح على مدقا شلشقة، هذا عندك ما يروح على الشلشقة، ما ريتيرن تو شلشقة. فهذا اللاين يرجع على الشلشقة، وهذا اللاين اللي هو عندك الليت، هذا اوتليت وعندك هذا الليت، وهذا الغاز يطلع منه يروح على دكان الحف. هسه هذا اللي تريب تانك، هاي التريب تانك عندي دائما هاي الفلو لاين، عندك جهه ينشد على التريب تانك، اكو جهه ثانيه يرجع على التانكيات اللي عندك. مثل ما تشوفون هذا فلو لاين ينقسم قسمين، تقدر تحوله. هذا هنا بتر فلاي فالف، اكو عندك بتر فلاي فالف، اما توجهه على تريب تانك او توجهه على سيستم. فبالدرلينج تسد هذا وتفتح هذا حتى يروح على اكتف سيستم. عندك بالتربات تسد هذا وتفتح هذا على تريب تانك، وهذا تريب تانك عندك. هذا اللي الصوره الحقيقيه بالبروج، موجود عندك هذا، هذا سكيورتي مانيفولد، هذا سكيورتي مانيفولد الجزء يجي على هذا الجزء. شوف هذا، هذا هوز مربوط على بور بول، هذا بور بول طيب يجي هنا، اكو بليتات عنده، البليتات الغازات يطلع منها يروح على هذا حفرة الحرق، والبقية مثل ما ترجعوا مثل ما تشوفون هنا، هذا يرجع على الشيرشيجا. هذا من بور بول اوتليت مالتك للشيرشيجا، هذا اوتليت مالتك للغاز لحفرة الحرق، وهذا الليت مالتك من مانيفولد للجسم. هذا شرحنا لكم اياه، هذا الكومي اللي شرحنا لكم اياه، هذا الكومي، هذا الصورة الثانية، هاي البي او بي، هاي اللي كل ما متعلق عندي. بس هاي البي او بي تيست نشرحها وبعدين جسم نكمل محاضرتنا هذا اليوم. عندي ثلاث انواع من التيست، فاكتوري تيست، بادي تيست، وشيلد تيست. مثل ما قلنا ال 10 كي اللي 10000 فما فوق يسوون 150، يعني هسه مثلا اذا عندي بي او بي ب 10000 يسوون عليه 15000 تيست، اذا عندي 2000 او 3000 او 5000 يسوون عليه ضعف، يعني اذا 5000 يسوون عليه 10000 بي اس اي. هذا فاكتوري تيست، والبودي تيست والشيل تيست كله نفس الشيء، 10000 فما فوق يقول لك 10 كي بي اس اي اور مور ذان ضربه في 1.5، يعني 10 كي تسوي عليه 15000، 5000 بي اس اي او ليس ذان ضربه في 2، يعني 5000 تسوي على 10000 بي اس اي. هذا اكسبتبل تيست، هذا اكسبتبل تيست لازم يمد، هذا اكسبتبل، تقول اكسبتبل تيست الرامات تسوي عليه 100% من الوركينج مالتك. مثلا عندك رامات 5000 تسوي 5000 تيست عليه، لاند رام عندك 5000 تسوي 5000 عليه، انيوال تسوي 70%، يعني هو اذا 5000 تضرب فيه 70 ايش قد يطلع تسوي تيست عليه على هذا ايش اسمه. اون ذا ويل بيريود فيلد تيست سبسيكونس تيست، عندك رام جريتر ذان ماكسيموم اند سبيسيفيك بريشر، انيولار نوت اكزيست 70%،
ما يصير اتجاوز 70% والرام وركينج بريشر، اسوي فول تيست مال وركينج بريشر. هذا محاضرتنا لهذا اليوم، هذا بي او بي ديزاين، من اسوي ديزاين. بس هذه الشغلات يعني كلش متقدم، ما اريد شو اسمه اي واحد سؤال استفسار نجاوبكم عليه او شو اسمه. واسف على الاطاله حيل.